التعليم أعلنت أن غدا اللي هو بكرة هيكون آخر موعد لغلق رابط الاستمارة الإلكترونية 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم. إيه الموضوع؟ إيه الرابط؟ يعني هل هو ده خاص بالفصل الدراسي الأول فقط ولا للعام الدراسي كله؟ ده اللي هنعرفه من خلال الأستاذة نيفين شحاتة مدير تحرير الأهرام. أستاذة نيفين أهلا بك معنا يا فندم، وكل سنة وحضرتك بصحة وسلامة، ودايما يا رب أبنائنا الطلاب بخير ومصر الحبيبة بكل خير. طبعا هو أنا عايز بس أكد على نقطة، أنا آسف للمقاطعة في بداية الحديث، لكن كان في أخبار بتتكلم إن هو الموضوع ممتد لحد 4 يناير. بالفعل المفترض إن كان بكرة آخر يوم للطلاب بالنسبة لملء استمارات الصف الأول والثاني الثانوي للتقدم لامتحانات الفصل الدراسي الأول اللي هتبتدي 11 يناير، لكن الوزارة بالفعل ادت فرصة 72 ساعة تاني لأبنائنا الطلاب، بحيث ان يبقى يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لملء استمارات طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على مستوى المحافظات استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول. وطبعا بالنسبة للطلاب اللي ما عندهمش بريد إلكتروني لازم يعملوا بريد إلكتروني علشان يقدروا يتواصلوا من خلال الموقع الوزارة. لكن حتى الآن نستطيع ان احنا نعدل الخبر على عهدة حضرتك ان الموضوع اللي هو رابط الاستمارة الإلكترونية للامتحانات تم مده ل 4 يناير الخميس اللي جاي مش بكرة. بالظبط طيب. بالظبط عشان يكون في فرصه لابنائنا الطلاب اللي لم يعني يتمكنوا من الدخول على موقع الوزاره الالكتروني وعمل بريد الكتروني ان هم يبداوا يدخلوا مره اخرى ويبداوا يملوا الاستمارات بتاعتهم استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الاول.